نعود إلى الآيات التي كنا نقرأها في درسنا السابق. تكلمنا في الآيات 32 33 34 و35 من سورة البقرة. نأخذ من هذه الآيات بضع كلمات ونبدأ نتدارسها. في قول الله عز وجل: إني أعلم غيب السماوات والأرض. إني أعلم. وتكلمنا في درس سميناه العلم، يعني درس العلم. هذه الآيات التي بين أيدينا، إن قلنا إنه في بضع آيات كررت كلمة العلم 6 مرات، في بضع آيات متجاورات 3 أو 4 آيات كررت كلمة العلم ومصادرها أو من مصادرها 6 مرات على أهمية العلوم. وهنا يحدثنا سبحانه وتعالى عن نوع من أنواع هذه العلوم، ألا وهو علم الغيب. إني أعلم غيب السماوات والأرض. فعلم الغيب إخواني، ما هو علم الغيب؟ هل علم الغيب يقاس لله عز وجل؟ يعني هل هناك غيب على الله سبحانه وتعالى؟ طالما إن الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم علم الغيب، شو معناه؟ فلا غيب على الله سبحانه وتعالى. ولكن علم الغيب عند مين؟ عند الآخر، عند الإنسان، عند الجان، عند الملائكة. هناك أمور لا تعلمها مين اللي بيعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخوان نقول لما نأتي للغيب، فالغيب جزء من الزمان، جزء من الزمان. الزمان يقسم إلى 3 أقسام رئيسية، نقول حاضر ونقول ماضي ونقول مستقبل. أما المستقبل شو ماله؟ غيب، غير معلوم. والماضي إخواني الذي كان قبلك شو ماله؟ أيضا غيب، غير معلوم. وأيضا إخواني الحاضر اللي أنت موجود فيه، أنت تشهد لحظة من اللحظات، ولكن هناك لحظات كثيرة عند باقي المخلوقات. يعني في هذه اللحظة هل أستطيع أن أعلم ماذا يجري في مكان آخر أو مع إنسان آخر؟ لا أعلم. فبالنسبة لي هو شو ماله؟ علم غيب. كل هذه العلوم شو مالها؟ علوم الغيب مالها؟ عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم الحاضر. ولما نتكلم عن الحاضر لا نتكلم عن خط عرضي، ولكن نتكلم على خط عرضي ويمتد أفقا من الأمام ومن الخلف مع كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني لو تكلمنا عن ورقة موجودة في شجرة، في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى يرى كل ورقة تتحرك مع كل شجرة، مع كل همسة ريح أو حركة ذرة هواء تتحرك من مكان إلى مكان آخر. هذه في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هنا يتكلم عن علم الغيب، لأن إخواني ما بدنا نتمدد كثير في علم الغيب، إنما نقول أن الغيب أو الزمان، خلينا نقول الزمان كله، الزمان كله مخلوق من مخلوقات الله. كيف بنقول هذا الورق مخلوق من مخلوقات الله؟ أيضا الزمان شو ماله؟ مخلوق من مخلوقات الله، لا يختلف عن باقي المخلوقات. يعني في الحديث أو في أحاديث بدء الخلق، في أحاديث بدء الخلق يقول عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن معه شيئا. يعني شو فيه؟ فقط الله عز وجل، لا في زمان ولا في مكان ولا في اتجاهات ولا في سماوات ولا في أرض ولا في عرش ولا في ما تحت العرش ولا في جنة ولا في نار ولا في أي شيء. كان الله ولم يكن معه شيئا. بعدين شو بدأ الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوقاته؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء، وخلق فوق الماء إيش؟ العرش. وجعل كل ما هو كائن في السماوات والأرض. يعني بعد العرش وبعد الماء شو خلق سبحانه وتعالى؟ السماوات والأرض وكل ما فيها. فهذه مخلوقات الله. ولما نقول، لما الحديث يقول كان الله، كان في اللغة نسميه فعل ماضي يدل على الزمان. يعني أول مخلوق من مخلوقات الله شو هو؟ الزمان. الله سبحانه وتعالى خلق الزمان. فنقول أن الزمان هو أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا ربما الزمان مخلوق قبل المكان لا نعلم، ولكن من الحديث نستدل على أن الزمان شو ماله؟ مخلوق قبل المكان. كان الله وكان عرشه. العرش، لما نتكلم عن العرش وعلى الماء ونتكلم عن الماء،
كل مخلوق شو بده؟ بده حيز مكاني حتى يتواجد فيه. فالحديث شو بدلنا؟ بدلنا على أول مخلوقين من مخلوقات الله، شو هم؟ الزمان والمكان. فالزمان والمكان من أوائل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني الإشي اللي بدنا نعرفه أنه الزمان لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، يعني نقول أنه الله سبحانه وتعالى يتغير مع تغير الزمان محال. ليه؟ لأنه المخلوق لا يؤثر في الخالق، فالله سبحانه وتعالى لا يكبر ولا يشيخ ولا يتقدم في العمر ولا تتغير صفاته ولا يتغير أحواله مع تغير الزمان. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل مخلوقاته، وكل مخلوقاته لا تغير فيه سبحانه وتعالى. فهذه أول شغلة بدنا نعرفها يا أخوان. وكون الزمان مخلوق من مخلوقات الله، فهذا المخلوق الله سبحانه وتعالى كونه خلقه، فهذا المخلوق شو بيحتاج؟ بيحتاج تدبير الله سبحانه وتعالى. يعني الزمان نفسه شو بده؟ بده تدبير من الله حتى يبقى هذا الزمان. ولو نقول لو فرضا يعني لو توقف تدبير الله عن الزمان، شو بيصير في الزمان؟ ينتهي هذا الزمان. وان انتهى الزمان شو بينتهي معه؟ بينتهي معه كل المخلوقات اللي موجودة في الزمان، في الماضي والحاضر والمستقبل. وان لازم نبقى عارفين انه الزمان مخلوق من مخلوقات الله، وهذا المخلوق ضعيف لا يؤثر في الله، وهذا المخلوق يحتاج تدبير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في الزمان. يعني عند الله سبحانه وتعالى ما في فرق ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. هذا الفرق عند موجود عند مين؟ احنا في عندنا فرق بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل. ولكن هل يوجد فرق عند الله سبحانه وتعالى بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ ما في فرق. يعني لو احنا نتكلم عن هاي اللحظة اللي احنا موجودين فيها، فنقول في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى يرى آدم عليه الصلاة والسلام، ويرى كيف دخل آدم الجنة، ويرى كيف هبط آدم إلى الأرض، ويرى بكاء آدم، ويرى نوح، ويرى إبراهيم، ويرى يعقوب، ويرى الأنبياء كلها، ويرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويرى هدم الكعبة عندما يهدمها ذو السويقتين، ويرى طلوع الشمس من مغربها، ويرى أهوال يوم القيامة. في إمتان؟ في هاي اللحظة. فالله سبحانه وتعالى يرى كل الزمان في كل لحظة من لحظات الزمان. يعني ما في عند الله سبحانه وتعالى ماضي وحاضر ومستقبل. الله سبحانه وتعالى يرى كل الزمان دفعة واحدة، ومش بس معك، مع كل مخلوقاته، يعني مع كل ذرة من المكان، مع كل ذرة من المكان. الله سبحانه وتعالى يرى كل زمانها الماضي والحاضر والمستقبل. عشان هيك إخواني يجب أن نعلم أن علم الله للغيب مطلق. علم الله سبحانه وتعالى للغيب مطلق. وعندما يقول سبحانه وتعالى أن الشيء سيحدث في المستقبل، مش لأنه سيترتب على هذا الزمان أمور والله سبحانه وتعالى حسبها وعرفها، مع أنه الله سبحانه وتعالى أصل الحاسبين ويستطيع سبحانه وتعالى بقدرة المطلقة أن يفعل ما يشاء، ولكنه الله سبحانه وتعالى يراها تحدث. يعني في هذه اللحظة يرى سبحانه وتعالى كل واحد منا ماذا سيفعل بعد لحظة وبعد ساعة وبعد عام وبعد 10 أعوام، وكل ما سيحدث في الزمان. فعلم الله سبحانه وتعالى مطلق. وعشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب. ابتدأ بإيش؟ بغيب. مع أنه كما قلنا أنه لما يقول سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب، هذا لا ينفي أنه يعلم الحاضر ولا ينفي أنه يعلم الماضي، إنما عندما ابتدأ بالغيب. ليه؟ لأنه هم المخلوقات ليس بالماضي ولا الحاضر، هم فين؟ في المستقبل. يعني أنا الماضي اللي موجود علي لربما أحب أن أتذكره أو بسأل واحد عنه أو بفتح كتاب تاريخ بقرأ فيه، والحاضر ما أنا عايشه. أما الغيب دائما شو فيه عنده المخلوق؟ في عنده فضول أن يرى الغيب. فالمخلوقات عندها فضول أن ترى الغيب وتعلم ما في الغيب. فهذه إخواني من أهم الأمور التي تشكل على الإنسان، أو خلينا نقول على المخلوقات بشكل عام. ماذا يشكل عليها؟ الغيب والمستقبل.